سيدات والسادة، نرحب بكم في المنتدى الثقافي في ديربورن، تقدمة المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون، ونجتمع في يوم عابئ بالذكريات والمناسبات التي تمت لنا بشكل مباشر. فاليوم نحتفل بتأسيس المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون في سنته السادسة، واليوم نحتفل بالذكرى السنوية لتأسيس الرابطة القلمية في نيويورك عام 1916، واليوم نحتفل بمئوية نشر كتاب النبي لجبران خليل جبران، وهو أحد أهم إصدارات الرابطة القلمية ومن أهم الكتب وأكثرها مبيعاً واشتهاراً وانتشاراً في العالم. ونجتمع اليوم أيضاً في شهر نيسان، وهو الشهر الذي أعلن الرئيس الأمريكي بايدن العام الماضي، وهو أول رئيس أمريكي يعلن عن ذلك، بأن شهر نيسان هو الشهر الوطني للتراث العربي الأمريكي لتكريم مساهمات العرب الأمريكيين للولايات المتحدة. ووفق تعبير وزارة الخارجية الأمريكية، تقول: لقد عزز الأمريكيون الذين هم من أصل عربي إنجازات الولايات المتحدة في مجالات الدبلوماسية والعلوم والتكنولوجيا والفنون والثقافة، كما كان العرب الأمريكيون في طليعة المعركة من أجل الحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية. نحيي الشهر الوطني للتراث العربي الأمريكي من خلال الاحتفال بالثقافة والتراث الغنيين اللذين يتمتع بهما العرب الأمريكيون، وتكريم مساهماتهم في الولايات المتحدة بما في ذلك هنا في وزارة الخارجية وبكل فخر. وعبر الرئيس الأمريكي بايدن بقوله ضمن خطاب طويل قاله قبل بضعة أيام: قصة العرب الأمريكيين هي قصة أمريكا، قصة من خلفيات وأديان متنوعة وتقاليد نابضة بالحياة وابتكار جريء وعمل جاد والتزام بالمجتمع والوطنية القوية، وكلها تتحد لإنجاز شيء أعظم من أي واحد منها منفردا. أيها الإخوة والأخوات، اعذروني بأنني سوف أترك كلمات الاحتفال بهذه المناسبة، وأترك الكلام حول إنجازات العرب الأمريكان ومساهماتهم في بناء المجتمع الأمريكي ونجاحه، وما تعنيه هذه المناسبة من مقاومة للعنصرية وتقدير للتعددية ومبادرة لتلاقي وتلاقح الثقافات والحضارات، وأذهب إلى موضوع أو نقطة أعتقد بأهميتها وأؤمن بخطرها. إن حضارتنا العربية حضارة امتدت من عمق التاريخ، ساهمت في تقدم الإنسان، مئات الممالك وعشرات الأديان ومئات الأنبياء وآلاف العلماء، ساهمت بتأسيس جل المعارف وإنشاء أكثر العلوم، وحكمت العالم من شرقه إلى غربه، فانتعشت في حكمها الأقليات، وعاش الناس بشكل عام في ظلها برخاء وأمان، حتى تكالبت عليها الأمم ثم أساءت تنظيمها واستبدت بحكمها، فسقطت إثر تراكم الأزمات وتضاعف الضربات، رغم أنها صدت المغول شرقا وثماني حملات صليبية غربا، إلا أنها دخلت في أسر الحكم العثماني أخيرا الذي أرجعها للوراء في عصر يسمى اليوم بعصر النكسة. خرجت منه ضعيفة الجسد متأخرة الفكر، فقامت بثورة ثقافية وهي النهضة العربية، ومعها ثورة سياسية تجلت في الثورة العربية الكبرى وثورة سعد زغلول وغيرهما. ولكن سرعان ما انقض عليها الاستعمار ليطفئ ذلك النور في أول لمعانه ويكبح تلك اليقظة في نعومة أظافرها، فتقاسمتها الدول المستعمرة وفتتتها إلى دويلات ضعيفة، وحفزت فيها الطائفية والانقسامات العرقية والدينية، وكلما خرج صوت لينادي بيقظتها وصحوتها كان مصيره كما تعلمون. ثم زرعت فيها دولة أجنبية عنها لتأبيد الصراع فيها وانتزاع الأمل منها. ووقفت أمريكا تاريخيا موقفين من الأمة العربية، موقف يمكن أن يرمز له الرئيس وودرو ويلسون، الذي أبى إلا أن يحكم الناس من يرضون بحكمه، وعول عليه العرب كثيرا في مؤتمر فرساي، إلا أن وعكته الصحية ووفاته المبكر أضاع آمالهم فيه.
وموقف آخر لأمريكا تجاه الأمة العربية يمكن أن يرمز له أغلبية الرؤساء الذين جاءوا من بعد ويلسون، موقف الميول الصريح والفاضح لإسرائيل مثلا، وضد أي مشروع عربي نهضوي وازدواجية المعايير إلى أقصى الحدود. فلذلك الواقع العربي الذي كرسته الخيانات العربية المترادفة وهذه السياسة الأمريكية مع فشل زحزحتها عن توجهها المتحيز، أيها السادة أيها السيدات والسادة، أودت بنا إلى ما نحن به اليوم. نعم، نحن الذين نجلس في هذه القاعة اليوم هم نحن نجلس هنا نتيجة هذه السياسات التي أوصلت أمتنا إلى ما هي عليه. نحن هنا بسبب تراكم تاريخي لا باختيارنا ولا بقرارنا، وفي بعض الأحيان حتى من غير علمنا. ولكن أولادنا هل يعلمون تلك القصة؟ وهل يعلمون العمق التاريخي الذي نحن نمتد منه؟ لا يعرفون من تلك القصة إلا ذيلها، ومن هذا المحيط إلا رغوته الطائفة على شاطئه. وبهم اختزل التراث والثقافة العربية. إذا توقف فهمهم لثقافتنا وتراثنا وهويتنا على ما هم عليه اليوم، أكثرهم لا يعرفون إلا القشور من ذلك، فهذا اختزال لتراثنا وثقافتنا. فهم لا يعلمون عن ثقافتنا إلا ندرا، وعن تراثنا إلا مدرا، مع شيء من الرقصات الشرقية، وجبات، تطاريز، دبكة، أزجية هنا وهناك. نعم، لقد شقينا لنربي أولادنا في المغترب أهنأ تربية، أنشأناهم في أحسن جامعاتها وأعددناهم في أفضل معاهدها، فلما تمخض الجبل أولد فأرا يقدم حضرته بصحن من حمص ودشداشة وفي بعض الأحيان بعض الرقصات. أيها العربي الأمريكي، أنت عربي وأمريكي، وهذه مسؤولية كبيرة. أنت كعربي أمريكي عليك مسؤولية حماية القيم التي أسست هذه الدولة وجعلت منها حصنا وحضنا دافئا لك وملاذا ناجعا لهويتك. فعليك حماية تلك القيم، قيم مثلا بنجامين فرانكلين معرف الروح الأمريكية بوصفها تزاوجا بين القيم العملية للعمل الجاد والتعليم والروح المجتمعية والمؤسسات ذاتية الحكم ومعارضة السلطوية السياسية والدينية وبين القيم العلمية والمتسامحة للتنوير. كما عليك مسؤولية إيصال فكر السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده وبطرس البستاني في عالمية الهوية العربية وحاجة العالم الغربي لروحنا العربية المفعمة بالحنان والأخوة والعطاء والتفاني والوضوح والشجاعة الفكرية. أنت كعربي أمريكي عليك مسؤولية حماية قيم جون آدمز المؤسس للدولة المدنية وألكسندر هاملتون الذي أسس مؤسسات الدولة على فصل السلطات وبناء جيش واقتصاد قوي في مجتمع حر. وعليك مسؤولية حماية قيم توماس جيفرسون الثائر الذي قاتل من أجل مبادئ الجمهورية وحقوق الإنسان. كما أن عليك أيضا إيصال مكافحة الاستبداد للكواكب وفكر البناء الأخلاقي للمجتمع لمالك ابن نبي وفكر تلازم الجمال والحرية لمصطفى العقاد وفكر اندماج الحضارات لمحمد أركون. أنت كعربي أمريكي عليك مسؤولية حماية قيم مارتن لوثر كينغ الذي يقول بأن السكوت عن الظلم في أي مكان هو دعم للظلم في كل مكان. كما عليك مسؤولية إيصال صوت علي بن أبي طالب حينما قال: من قصر عن أحكام الحرية أعيد إلى الرق. وعمر بن الخطاب حيث قال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وقول جبران: العصفور لا يبني عشا في القفص حتى لا يورث ابنه العبودية. أنت كعربي أمريكي عليك مسؤولية كمسؤولية الشباب العربي في باريس عام 1907 عندما أسسوا الجمعية العربية الفتاة لقيادة نهضة سياسية في العالم العربي والعمل على انتزاع حقوق شعوبهم. أولئك هم أسوة لنا. كما أن عليك مسؤولية كمسؤولية الجاليات العربية في المغترب الذين أسسوا للمؤتمر العربي الأول في باريس عام 1913 لتنظيم العقل العربي للخروج من زمن النكسة.
أين هي هذه المؤتمرات اليوم؟ كما أن عليك مسؤولية كمسؤولية الشباب العربي في نيويورك عام 1916 الذين أسسوا الرابطة القلمية وأصدروا الجرائد والكتب والمقالات وجعلوا منها جسرا ثقافيا هزت العالم العربي وشاركت في بناء عقله. أين الرابطة القلمية اليوم؟ وإن عليك مسؤولية استمرار الثورة العربية الكبرى لم تنتهي بعد في مقاومة سايكس بيكو، ومسؤولية استمرار الانتفاضة الفلسطينية في مقاومة المشروع الصهيوني، ومسؤولية استمرار الربيع العربي في مقاومة الأنظمة القمعية والاستمدادية لم تنتهي بعد، ومسؤولية دعم النهضة العربية الحديثة اليوم في الخليج العربي، ومسؤولية الوقوف مع المحاولات الإصلاحية البرلمانية في كل الدول العربية التي تحدث بين الحين والآخر. إن حجم اقتصاد الدول العربية مجتمعة لا يساوي نصف اقتصاد دولة أوروبية مثل إيطاليا. حجم إنفاق الدول العربية على البحث العلمي لا يساوي مجتمعا ما تنفقه إسرائيل على البحث العلمي. هذا التخلف الذي تقوده حكومات هي في أغلبها فاسدة أو مترهلة تعتبرها الولايات المتحدة استقرارا سياسيا مناسبا لمصلحتها، ولذلك فهي تحافظ عليه وتمنع عن زعزعته. فأين دورك أنت كعربي أمريكي؟ إن السياسة الخارجية الأمريكية لها دور كبير في تشكيل المناخ الذي نتج عنه أغلب الهجرة العربية إلى أمريكا. هذه الهجرة التي هي أقرب إلى اللجوء أو النفي، أنا لا أسميها هجرة أسميها نفي. أنت كعربي أمريكي تعيش وهم النجاح ريثما تنهب ديارك وثرواتك وأرضك وميراث أجدادك، وتمحى لغتك حرفا حرفا، وتهجن ثقافتك رويدا رويدا، وأنت تظن أنك انتصرت لأنك أصبحت طبيبا أو مهندسا مسلوخا من ثقافتك، مقطوعا من أصلك، ممحيا من كتب التاريخ. إن إحياء الثقافة العربية الأمريكية هو الدفاع عن هويتك وبناء الجسور مع وطنك، كما أنه الدفاع عن الدستور الأمريكي والمبادئ الأمريكية والروح الأمريكية التي وصفها وأسسها مجموعة من المفكرين المتنورين والثائرين الذين هم الآباء المؤسسون لأمريكا. من كل ما تميل إليه الثقافة الأمريكية والإدارة الأمريكية اليوم من انحراف عن ذلك. نعم، لدينا مسؤولية كأمريكان للدفاع عن هذه القيم الأمريكية. والجميل في أمريكا أنها تملك وسائل محاسبة النفس وتصحيح المسار، كما نرى ذلك مرة تلو الأخرى، ولكن لا يكون ذلك إلا بجهود شعبية ينبغي لنا للعرب الأمريكيين أن يكونوا في ريادتها. فإذا كان هناك إحياء للثقافة العربية الأمريكية فهو إحياء للثورة العربية فينا، ثورة فيصل بن الحسين ورستم حيدر وسعد زغلول وأحمد عرابي، وهي إحياء للثورة الأمريكية وتصحيح المسار الأمريكي وتعزيز للمقاومة الثقافية والسياسية العربية الأمريكية ضد أي ميول أو إجراءات أمريكية تخرج أمريكا عن أخلاقها الأساسية التي وضعها لها آباؤها المؤسسون، وهو وقوف مع حركات النهضة والتحرر والإصلاح في الوطن العربي، وهو وقوف مع الفكر والمفكرين الأمريكيين في خندق واحد، المدافعين عن أمريكا الأخلاقية. العرب الأمريكيون يجب أن يكونوا في ذلك الخندق مع هؤلاء، مع توماس بين وإبراهام لينكولن ومارتن لوثر، نعوم شوامسكي الذي ما زال حيا، سوزان جيكوبي، إدوارد سنودن وغيرهم من الذين يحملون راية الإصلاح في المجتمع الأمريكي ودفع أمريكا نحو أخلاقها العليا. هذا ما أراه في إحياء ثقافتنا العربية الأمريكية، وهذا ما لا أراه عندما أرى كيف تحيا الثقافة العربية الأمريكية ويحيا التراث العربي الأمريكي في الكثير من المحافل، حيث يقتصر ذلك على شيء من الحمص والتبولي، مما أشعر في كثير من الأحيان بالإهانة عندما أرى ذلك. شكرا لكم.